السادة الفاضلين اللي دايما بيشرفونا وننتظرهم من حفل توقيع للواقع علشان نشوف وشوش جديدة عندنا بنتقابلها لأول مرة ونشوف وشوش تتردد في استمرار المكتبة شوية. بعد نجاح روايتنا الأولى نموت مثل القهوة حلو مثل الشوكولا تدل علينا الكاتبة منى الهداوي وكتابها الجديد كوندالين. كوندالين كتاب بيتكلم عن المكسب والخسارة اللي بتعلمها لنا الحياة، بتدينا دروس عشان اكسب حاجه لازم اخسر حاجه، بس يا ترى هندم على اللي انا خسرته ولا وقت ما افتكره اقول ما خلاص وقته عدى وهي الخساره ايه اللي انا بفكر ان انا كسبته. كل ده هنعرفه النهارده مع استاذه منى. تعرفنا سبب كسبنا جت ازاي، الكتاب فكرته جت ازاي، كل ما هو وراء الكتاب اللي صادر عن برنامج الكارما نعرفه اكتر من استاذه منى. هنسيب لها المايك تكلمنا استفاضه عن الكتاب. بعد كده هنفتح باب الاسئله للحضور اللي عنده سؤال هتكون استاذه منى موجوده عشان تجاوب على اسئله حضراتكم. وفي نهاية حفل توقعنا في كل زمان موجودة عشان توقع على خلاصكم على مصر من الكتاب. شكرا. هاي أنا كل مرة كل ما بيجي حفل توقيع بحس نفس إحساس كركبة البطن بتاعت قبل الامتحان دي، مش عارفة ليه. أول حاجة شكرا إن أنتوا موجودين النهاردة، ويعني كل الناس اللي موجودة دي كل واحد أخذ من وقته وحبة صغيرين عشان يجي لحد هنا ويسمعني ويشوفني. ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، أنا قاعدة دلوقتي عاملة كده، فشكرا إن أنتوا جيتوا. والنهاردة أنا عايزة أكتر من إن أنا أقعد أتكلم، عايزة أسمع أكتر آرائكم في الكتاب، وعايزة أسمع أسئلتكم لو حد عنده أسئلة في الكتاب كوندليني أو في الكتاب الأولاني، عايزة أسمع يعني عايزة أسمعكم عامة يعني أكتر من إن أنا أقعد أتكلم. كوندليني كنت لسه حتى من امبارح كنت قاعده بقول ان انا كنت في نفس الوقت ده في الفتره دي في الهند، بس هي الفكره ان انا ما عملتش كوندليني يوجا في الهند، كانت عملتها في وقت معين او مريت بالتجربه دي في وقت معين وسافرت الهند في وقت تاني خالص. بس سفريه الهند خليتني كتير ان هي عرفتني اكتر عن النوع ده من اليوجا، وجبت منها كتب وقعدت ذاكرت كتير علشان اقدر اكتب الكتاب ده بالمعلومات اللي فيه. بس فحابه اسمعكم اكتر قبل ما نتكلم، معلش بس ايه يعني اخد نفس من الخضه اللي انا فيها. فاي حد عنده سؤال، اي حد عنده اي حاجه عايز يقولها يتفضل، انا عايز اسمعها. اولا الكتاب حلو.